ربيع غدهان. احتقان شعبي وتشنج شهدته منطقة بوش حمود منتصف الشهر الحالي أسفر عن سقوط قتيل وجرحى نتيجة الأجواء السياسية المشحونة بفعل فائض القوى التي يشعر بها البعض في مقابل الشعور بالخطر الوجودي عند البعض الآخر. وترجم الاحتقان عبر إشكالات في هذه المنطقة المختلطة طائفياً لتسارع القوى السياسية إلى نزع فتيل يمكن أن يؤدي انفجاره إلى ما لا تحمد عقباه. لنتذكر بداية ما حصل في الحديثين المنفصلين، حيث أسفر الأول عن صدم شاب شيعي لآخر أرمني ليتطور إلى تعارك بالأيدي، ثم إلى اشتباك مسلح تخلله شتائم وشعارات دينية تثير النعرات الطائفية. ووقع الحادث الثاني بين جارين لبنانيين، أحدهما من أصول أرمانية والآخر شيعي، يعيشان منذ فترة طويلة في المبنى نفسه، وعلاقتهما كانت تتصف بالجيدة. وبدأ الإشكال بتلاسن لينتهي بإطلاق نار أدى إلى وفاة الشاب ربيع الدغلاوي لاحقاً. وبعد مرور أسبوعين كيف بدأ موقع الحادثتين؟ سبوت شوت زار الموقعين لمعرفة طبيعة العلاقة حالياً. كل بلد في كذا طائفة بتصير في مشاكل عادية، بس هيدا مشكل فردي، يعني هن عملوها أحزاب وطائفية بس هو مشكل فردي. هلا أي اثنين بيعلقوا على الطريق مش حيسألوا إذا أنت شيعي قبل ما يعلق معه، مش هيك؟ عادية بتصير. بتصير في مشاكل، ما فينا نقول أرمن وشيعة، فينا نقول مشاكل فردية، بس مشاكل فردية. يعني ممكن اثنين مسيحية يعلقوا مع بعض، يمكن اثنين شيعة يعلقوا مع بعض، يمكن اثنين أرمن يعلقوا مع بعض. أنا قاعد بين الأرمن وخلقت بين الأرمن وعشت بين الأرمن، ما حدا تعرض لي، يعني ما حدا قال لي وينك. بالعكس نحن أحباب وأصحاب، نحن والأرمن كل عمرنا عايشين معهم، مش جديدة. يعني الأرمن والشيعة إنه في مشاكل، ما في هيك شيء حكي، يعني كل يوم جيراننا، كل يوم نتصبح فيهم ومنمسيهم. حتى لو راح قتيل هاي أشكال فردي، ليش عم بتحطونه أرمن والشيعة؟ يعني ما عم نفهم، يعني انه فردي، اسم مشكل فردي، هي ما في مشكل لا سياسي ولا طائفي ولا شيء. الارمن مش مزعوجين يعني؟ لا، ليش بدنا نكون مزعوجين؟ ما خلقانين مع بعضنا، ربيانين بالنبع، خلقانين بالنبع، ليش؟ وهي كنا جيراننا شيعه، هون في سني، ما في مشاكل. وهي في سوريين كمان ما في مشاكل، حتى الاخوه مع بعض ما بيشدوا شعر، ما في شيء. البعض في بوش حمود يتبنى فكرة التعايش في المنطقة، فيما البعض الآخر لم يجرؤ حتى عن الحديث بالموضوع أو الظهور أمام الكاميرا. سوري، أفضل السكوت، أفضل، مش راح يتغير. لأنه مش راح يتغير شيء يا أختي، خلاص السكوت أفضل، السكوت أفضل. ولكن هناك شريحة تفكر في مغادرة المنطقة على خلفية الإشكال الذي حصل. يعني نحن هلأ هم مقررين نطلع من البيت صراحة، لأنه أي دقيقة شو حيصير ما حدا عارف. إيه نحن خايفين كثير صراحة، يعني كان الساعة 4:30 احترق السيارة وفي عنا ولد بالبيت تحت البيت دغري. يعني نحن خايفانين هون بالشارع، يعني هن أصلا مشاكلهم مش حيوقفوا بين بعض، يعني صرنا نخاف نطلع بعد الساعة 6 على الشارع. لم يكن ما حصل بالأمر البسيط، بل دق جرس الإنذار لما يمكن أن تصل إليه الأمور في المستقبل، وهو ما استدعى لقاء سريع للقوى الحزبية. فزار ممثلون عن حركة أمل وحزب الله مقر حزب الطشناق، والتقوا رئيسه النائب أجاب بكرادونيا. فماذا جرى في كواليس اللقاءين؟ إن الحوادث اللي صارت في برج حمود حوادث فردية، لكن ناتج عن وجود بعض الأشخاص وجماعات خارج عن القانون، وشتت على ضرورة الحفاظ على صورة برج حمود وخصوصية برج حمود الأرمنية. ونحن ما فينا نتنازل عن هالخصوصية، ومنا أي استغلال للي حدث، وإيجاد الطرق لردع كل محاولة لضرب التعايش. في طابورة وطواضير اللي بتسعى لفتنة بالمنطقة ولضرب الأرمن بالمنطقة ولضرب التعايش بالمنطقة. أنا ما بستبعد عمل مخابرات خارجية وأطراف خارجية بهالموضوع. هل ستتمكن هذه اللقاءات من تصويب الأمور ونزع فتيل الانفجار بين الطرفين؟ وما هو رأي سكان بوش حمود في نتيجة هذه اللقاءات؟ هذه ضروري تصير،
بين الطرفين. أكيد إذا في مشاكل ضروري الأحزاب المعنية بالموضوع يحلوا هيك موضوع إذا صار في مشاكل. ما في شيء بينحل بهالبلد طالما ما في إدارة عاطلة، ما بيصير بينحل.